في سبتمبر من العام 1939 اندلعت الحرب العالمية الثانية. عندها تغيرت الأوضاع في الجزائر، حيث أوقفت جمعية العلماء جرائدها وعلقت نشاطها، ولإدراك المستعمر بأن جمعية العلماء لها أتباع كثر في مختلف أنحاء الوطن، حاول بكل الطرق والوسائل أن يحصل على رسالة تأييد من الجمعية في تلك الحرب. عندما وقعت الحرب العالمية الثانية، جاء من يقول له: عليك على جمعية العلماء أن تبعث ببقية مساندة لفرنسا لأنها ضد الألمان، ولعل هذه المساندة تشفع لنا في يوم من الأيام عندما تعود تعطينا حقوقنا. فقال كلمة خالدة، قال: لو قالت لي قل لا إله إلا الله ما قلتها. ولما رأى المستعمر أن ابن باديس غير آبه بهم، قرر الاتصال بالشيخ البشير الإبراهيمي في آخر محاولة للحصول على رسالة التأييد. كي خرج من أفلو رحت زرتو العاصمة، تسلمت عليه وباركت له، كيف فرحت به كيف روح. كي جيت مروح قال لي قعد تغدى معنا، كانوا معروضين عند واحد من أعضاء جمعية العلماء في سانت جان. قعدنا في الغداء هذاك ذاك الوقت حتى الخمسة تاع العشية باش روحنا سرحنا. هو اللي يحكي كيف حتى هزو، يقول جاني واحد من المخابرات الإدارة تاعو، جاء في المخابرات ومعه ترجمان، قال أول ما تقدم ليه قال له رانا جينا نتحدثوا على قدم المساواة مع بعضنا. قال قلت له هذا اسحب هالكلمة هذه، انت عندك قانونك يحميك في في نفس الوقت قانونك مسلط عليا، هما ناس قد هذا. الشيخ البشير الابراهيم يحفظ يحكي فيها وانا حاضر فيها، حتى واحد ما حكى لي في الجماعه ممكن. قالوا من بعد بداوا يهضروا يهضروا، قالوا واش هو، قالوا ماذا بينا دير لنا اعلان، قالوا لنا ما باسمي ولا باسم جمع علماء، قالوا باسم جمع علماء احنا عندنا رئيس جيب لي برخصه من عند بن باديس. قالوا كتعرف عندنا بن باديس ما جيناكش انت، كي ما حبش هذاك جا لي هو في راح مسكين هو الدواء. عندها تم نفي الشيخ البشير الإبراهيمي إلى أفلو، وتم التضييق على الإمام ابن باديس في قسنطينة. لما أبت الجمعية هذا وطلب من إبراهيم أيضا، نفوا الشيخ الإبراهيمي في أفلو وجعلوا الشيخ ابن باديس في الإقامة الجبرية في بيته. ولما سمع الإمام ابن باديس بالموقف الذي اتخذه الشيخ البشير الإبراهيمي في هذه القضية، أرسل له رسالة مملوءة بالشكر والثناء. الشيخ عبد الحميد بعث رسالة للشيخ الإبراهيمي يشكر فيها على الموقف تاعو هذا بأيام قبل ما توفى الشيخ عبد الحميد. وقبل أن يتوفى بثلاث أيام كتب رسالة إلى الشيخ الإبراهيمي، يعني يوم 13 أو 16، يقول له: إنك شرفت الجزائر بموقفه وشرفت العلم، وإن كنت في حاجة إلى شيء فأخبرني. جاء في تلك الرسالة المؤرخة بتاريخ 13 أبريل من العام 1940: الأخ الكريم الأستاذ البشير الإبراهيمي سلمه الله، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وبعد، فقد بلغني موقفكم الشريف الجليل العادل، فأقول لكم الآن يا عمر، فقد صنت العلم والدين، صانك الله وحفظك وتركتك، وعظمتهما عظم الله قدرك في الدنيا والآخرة، وأعززتهما أعزك الله أمام التاريخ الصادق، وبيضت محياهما بيض الله محياك يوم لقائه، وثبتك على الصراط المستقيم. وجب أن تطالعني برغباتك والله المستعان، والسلام من أخيكم عبد الحميد بن باديس. في تلك الأثناء أصيب الإمام ابن باديس بمرض عضال أعيا الأطباء، وأقعده الفراش 3 أيام إلى أن وافاه الأجل يوم الثلاثاء 16 أبريل من العام 1940
وقد تضاربت الأقوال في سبب وفاته. قال الشيخ شيبان الله يرحمه أنه رفض، أن الشيخ بن باديس رفض الطبيب، فقال له استعين عليه بشخص ما يعرفوش الناس بزاف، ما هوش مذكور بزاف، ولكن عضو في جمعية العلماء اللي هو الشيخ عبد الرحمن بن بيبي، شخصية محترمة من سطيف وكذا. قال له الشيخ أنت ماشي قلت أنا وقف عن الجزائر؟ قال له إيه. قال له إذن أنت لا تملك حق نفسك، راك وقف، فيجب. قال له يا سيدي جيبوا الطبيب خلاص. ويقال إن امرأة جاءت الجوفرنور نتاع فرنسا في الجزائر، قالت له أنا أريد أن أسلم، فأرشدها إلى بيت بن باديس. يقال أنها اتصلت وكانت تدعي أنها لها خبرة في الأدوية والصيدلة وما ذلك، يقال أنها استعملت إبرة له على أساس، وهذه أدت إلى موته. لكن هذه الرواية من رواها؟ أنا رويتها عن الشيخ محمد صلاح رمضان رحمه الله، وهو رواها عن زوجة أمير العمودي وابنه. ولكن في ذلك الوقت كان الذي يشرف عليه هو ابن جلول من أخواله طبيب. في قضية موت الشيخ الشيخ بن باديس هناك رواية تاني بالنسبة لي موثوق فيهما أو في صاحبيهما. أما الرسالة الأولى أو الشهادة الأولى هي ومكتوبة، هي شهادة الشيخ أحمد بوشمال. هذا باسم أحمد بوشمال هو عين الشيخ بن باديس وأذنه وسورجله ويده إلى آخره. والرواية الأخرى هي شهادة الشيخ البشير في كتابته عن الشيخ بن باديس. رواية الشيخ البشير الإبراهيمي وهو من هو ما كانت عند الشيخ البشير، والرواية الثانية كتبها الشيخ أحمد بوشمال وبعثها في رسالة إلى الشيخ قصيبة، وموجودة عندي الرسالة صورة منها، يقول باللي عنده مرض. جاء في رسالة الشيخ أحمد بوشمال إلى الشيخ أحمد قصيبة ما يلي: أما بعد، فوفاة الأستاذ الشيخ سيدي عبد الحميد بن باديس رحمه الله وقدس سره مصيبة وداهية عظمى على الأمة، تبادل الناس فيها العزاء، فلا حول ولا قوة إلا بالله. وفاه الأجل إثر مرض شديد الوطأة، ضعف عام نجم عنه ضعف في الكلى، وانعدم تجمع البول، أعيا الأطباء. لزم فيه الفقيد العزيز رحمة الله عليه الفراش 3 أيام فقط، ولحقت روحه الطيبة بعالمها الأسمى بعيد الزوال من يوم الثلاثاء 16 أبريل، ودفن بعيد ذلك يوم الأربعاء في موكب حافل سكنت فيه حركة قسنطينة، وشارك فيه النسوة المتعلمات بالجامع الأخضر وعددهن كثير، وأبناء المكاتب النظامية العربية والفرنسية والكشافة الإسلامية وسائر الجمعيات على اختلاف مقاصدهم. والمشيعون من 50,000 إلى 70,000 حسب أقوال المقدرين. ولم نسمع أقل من 50. وحمله تلاميذه فقط بهدوء ونظام إلى مقره الأخير، كما كان يوصي بالهدوء والنظام عقب كل اجتماع عام. وقد كمل الله للأستاذ ما كان يتمنى، فمات عزيزا كما عاش عزيزا، ومضى مأتمه خاليا من البدع. قضى رحمة الله حياة قصيرة في العدد كبيرة الأثر.
وعاش 50 سنة، قضى أقل من 20 منها في التعليم وأكثر من 30 في نشر العلم والهداية الإسلامية وتأسيس المشاريع العامة المفيدة وتنظيم التعليم العربي. وغرسه ثابت خالد إن شاء الله، تجني منه الأمة الثمار النافعة في الدين والدنيا. وحضر كل أعضاء مجلس إدارة جمعية العلماء الساكنين بعمالة قسنطينة، وصلى عليه الأستاذ التبسي وأبنه هو والأستاذ الميري. وما لبث أن انتقل إلى رحمة الله، وكانت جنازته جنازة عظيمة، تولى أمرها طلبته فقط بحمل النعشيين، وشارك شعب جمهور ضخم في تشييع جنازته، ودفن في مقبرة أسرته التي هي على مدخل المقبرة القسنطينة. كانت جنازة الإمام جنازة ضخمة لم تشهد الجزائر مثلها من قبل. أعداد هائلة من كل أصناف الشعب، وأصبحت تلك الجنازة حدث وطني رغما عن المستعمر. لأول مرة مثلا في حياة الجزائريين يوقع جنازة بالحجم الذي ظهرت به، وبالتالي مثلا رقيت يعني شخصية ابن باديس إلى الشخصية الوطنية رغم يعني وجود الاحتلال الفرنسي. فرح المستعمر بخبر وفاة الإمام ابن باديس، وجعل تفكيره منصبا على من سيخلفه على رأس الجمعية، لذلك أرسل بعض أعوانه إلى قسنطينة ليرتبوا ذلك. قال الشيخ محمد خير الدين: اقترح علينا الكولونيل شون وابن حورة المبعوثان من طرف الوالي العام الفرنسي تقديم شخص معين لرئاسة الجمعية خلفا للشيخ ابن باديس، نظرا لما يتمتع به من مرونة وبعد نظر، وستجدون من السلطات كل عون ومساعدة. بعثت فرنسا عند وفاة الإمام ابن باديس شخصين، أحدهما فرنسي اللي هو الكابتان في ذلك الوقت الكوماندان شوان، والثاني قاضي اللي هو بن حورة. ظاهر سفرهما إلى قسنطينة التعزية في بن باديس، وحقيقة وجودهما في قسنطينة هو الضغط على أعضاء جمعية العلماء لينتخبوا واحد لين يمكن تتفاهم فرنسا معه، الإدارة معه، فرفض أعضاء الجمعية وقالوا لا نرضى إلا بمن رضي عنه الإمام بن باديس وكان نائبا عنه. والشيخ بن باديس خلى أوصاف للشيخ البشير، مش حطوا هكاك برك نائب الرئيس أول الانتخابات، ولكن يعرف قدره، فسماه الحكيم وسماه الداهية وسماه العبقري، وقال عنه إنه فخر علماء الجزائر. عند ذلك قام أعضاء جمعية العلماء باختيار نائب الرئيس الشيخ محمد البشير الإبراهيمي خلفا للإمام ابن باديس، وهو منفي في أفلو. فإن ابن باديس توفي في هذه الظروف، وأصبح مشكل الجمعية غير واضح، إلا أن أعضاء الجمعية أسرعوا وانتخبوا بالإجماع الشيخ بشير الإبراهيمي حتى لا تضيع هذه الأمانة التي تركها. عندما مات وهو في إقامة، في ذلك الوقت بالذات كان أخوه البشير الإبراهيمي أيضا في أفلو منفيا، ويشاء الله أن يموت الشيخ عبد الحميد بن باديس ويكون خلفه الذي انتخب أيضا غيابيا كما انتخب الإمام بن باديس من قبل أيضا في المنفى، و تلك حكمة الله التي ينبغي علينا أن نلم بها. إذن هذه عبرة للأحزاب والجمعيات تاعنا، فقد انتخب رئيسا الجمعية وهما غائبان،
وليس يوجد شخص حزب أو جمعية في الجزائر انتخب رئيساها وهما غائبان إلا جمعية العلماء. في هذه الأثناء كان الإبراهيم في المنثى ولم يسمع بعد بنبأ وفاة صديق دربه الإمام ابن باديس. ولما وصل الخبر كتب رسالة في نفس الشهر إلى الأستاذ توفيق المدني جاء فيها: فلهذا بعثت أعزيكم على فقد ذلك البحر الذي غاض بعد أن فاض، ببقاء آثاره في الحياض وأنهاره في الرياض وحسرته. رحم الله الراحل العزيز جزاء ما بث من علم وزرع من خير وثقف من نفوس. والله ذلك اللسان الجريء، وذلك الجنان المشع، وذلك الرأي الملهم، وإنا لفقدك يا عبد الحميد لمحزونون. بقي الإمام الإبراهيم في المنفى بآفل 3 سنوات تحت المراقبة الشديدة، حيث تم منع الناس من الاتصال بها، وبثت السلطات الفرنسية بواسطة عملائها أن هذا الرجل عدو لأولياء الله الصالحين، وهو يحاربهم ولا يعترف بهم ولا بكراماتهم. وأمر حاكم البلدة الفرنسي كل الموظفين والأعيان بأن يقاطعوه لأنه عدو لفرنسا. ومع هذا التضييق كان الإمام يسير شؤون الجمعية بقدر ما تسمح به الظروف عن طريق زواره من آله وصحبه الذين تأذن لهم السلطات الفرنسية بزيارتها. في أوائل سنة 1943 حدث نوع من الانفراج السياسي، فعاد الإمام الإبراهيمي من المنفى، ولكنه وضع تحت المراقبة الإدارية حتى انتهاء الحرب. وفي تلك السنة تمكنت الجمعية بقيادة الإمام الإبراهيمي من تشييد 70 مدرسة. وفي شهر مارس من العام 1944 تقدم الجنرال ديغول بإصلاحات، وأهمها ما سمي آنذاك بحق المواطنة الفرنسية للجزائريين، الذي ندد به الإمام الإبراهيمي رئيس جمعية العلماء، واعتبره خطوة نحو الإدماج لا يرضى به الشعب المسلم بأي ثمن. وبقي الإمام الإبراهيمي والجمعية على ذلك إلى أن وقعت حوادث 8 ماي من العام 1945، حيث قام المستعمر المجرم بقتل أكثر من 45,000 في بضعة أيام، ودمرت الطائرات أكثر من 44 قرية. واعتقل الآلاف من الشعب الجزائري، منهم أعضاء الجمعية وعلى رأسهم الشيخ الإمام البشير الإبراهيمي، الذي سيق إلى السجن العسكري بمدينة الجزائر، حيث وضع في زنزانة انفرادية تحت الأرض لمدة 70 يوما، لا يخرج منها إلا ربع ساعة في اليوم، ثم نقل إلى قسنطينة ليوضع في زنزانة أخرى في انتظار محاكمته حتى ساءت حالته الصحية، فكان ينقل منها إلى المستشفى العسكري ويعاد إليها طيلة 11 شهرا، مما أدى إلى تدهور صحته وإصابته بأمراض عديدة. أعلن العفو العام وأفرج عن المساجين، فخرج الإمام الإبراهيم من السجن يوم 16 مارس من العام 1946، فعادت الجمعية إلى نشاطها وفتحت مدارسها، وكلها عزم على إكمال الطريق الذي بدأته. في سنة 1946 بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، رجعت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين إلى العمل بعد أن كانت متوقفة زمن الحرب، وفتحت مدارسها لتعليم النشء الجزائري. بدأت الجمعية عملها وقامت ببعث جريدة البصائر في سلسلتها الثانية، حيث صدر العدد الأول بتاريخ 25 جويلية من العام 1947. قال الإمام الإبراهيم موضحاً: هذه جريدة البصائر تعود إلى الظهور بعد احتجاب طال أمده، وكما تعود الشمس إلى الإشراق بعد التغيب. إن بيع القلم واللسان أقبح من بيع الجندي لسلاحه. إن جمعية العلماء حين قررت السكوت حافظت على هذين ولم تسامح في تسخيرهما لأحد. واليوم
وقد عادت جريدة الجمعية إلى الظهور، وجب أن تحمل العدد الأول على وجه التذكير، خلاصة من مطالب الجمعية التي هي مطالب الأمة العربية الجزائرية. اللغة العربية هي لغة الإسلام الرسمية، ومن ثم فهي لغة المسلمين الدينية الرسمية، ولهذه اللغة على الأمة الجزائرية حقان أكيدان، كل منهما يقتضي وجوب تعلمها، فكيف إذا اجتمعت؟ حق من حيث أنها لغة دين الأمة بحكم أن الأمة مسلمة، وحق أنها لغة جنسها بحكم أن الأمة عربية الجنس، ففي المحافظة عليهما محافظة على جنسية ودين معا. فكر الإمام البشير الإبراهيمي مع أعضاء الجمعية في تأسيس معهد يستكمل فيه التلاميذ دراستهم وتعليمهم، ورغم ما يعانيه الشعب الجزائري من قسوة العيش وفقر وضر، إلا أنه تكاتف واستطاع أن يجمع ما قيمته 50 مليون فرنك فرنسي قديم لأجل فتح هذا المعهد. بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل الشعب الجزائري المتمسك بدينه وبعروبته وبلغته العربية وبوطنه الجزائر رغم فقره وكذا، اشترت هذه البناية وكونت منها معهدا أسمته معهد الشيخ عبد الحميد بن بديس رحمه الله. تأسس المعهد وأطلق عليه اسم معهد الإمام عبد الحميد بن بديس، وتم افتتاحه يوم 1 ديسمبر من العام 1947، يقول الشيخ أحمد حماني في البصائر في العدد 18 بتاريخ 5 جانفي من العام 1948. ففي غير أبهة ومن غير ضوضاء، بل في حفلات بسيطة، افتتحت الدراسة النظامية بمعهد عبد الحميد بن باديس القسنطيني. إن افتتاح الدراسة بمعهد عبد الحميد بن باديس لمن أعظم الأحداث وأجلها، لا في تاريخ المغرب العربي الأوسط الحديث فحسب، ولكن في تاريخ المغرب العربي، لا يتردد في ذلك متردد ولا يمتري فيه ممتري. وقد وصف الشيخ محمد خير الدين كيف جاءت فكرة بناء معهد الإمام عبد الحميد ابن باديس، فقال في مذكرته: بعد الإفراج علينا وبعد أن وضعت الحرب أوزارها، عدنا إلى مزاولة نشاطنا الإصلاحي وفكرنا في معاودة التعليم بمدرسة ابن باديس، وهنا تبلورت فكرة إنشاء معهد ابن باديس في قسنطينة. ولم يكن من الممكن أن نعود إلى التعليم بالجامع الأخضر لأنه لم يكن لدينا رخصة للتعليم فيه كالتي كانت للإمام ابن باديس، فجمعنا التبرعات واشترينا دارا كبيرة كانت ملك أحد أفراد عائلة ابن فقون، وأثثنا هذه الدار وجهزناها بالطاولات والمقاعد والبسط، ووضعنا البرامج وعيننا المدرسين الأكفاء، وتولى إدارة المعهد الشيخ العربي التبسي. داخل المعهد وجدنا جو آخر أحسن من مدارس التربية والتعليم، وجدنا علماء فطاحل، وجدنا العربي التبسي، وجدنا محمد خير الدين نائب الله، وجدنا رضا حوحو الكاتب العام للمعهد، وجدنا الشيخ عبد القادر ياجوري، وجدنا الشيخ نعيم النعيمي، وجدنا الشيخ أحمد حسين، كوكب من العلماء داخل المسجد هذيك، كل واحد منهم تنظر إليه فترى موسوعة من العلم تمشي أمامك. أكملت جمعية العلماء طريقها في التوعية والتعليم، وبدأت تخطط في كيفية تنظيم الشعائر الإسلامية وهي تحت وطأة الاستعمار، فاتفقت هي وعلماء الشمال الإفريقي مع علماء المشرق على توحيد يومي الصيام والإفطار، وعندما أدرك المستعمر ذلك هاله الأمر ورفض ذلك. جاء في البصائر: تصرفت الحكومة الفرنسية التي لا تدين بدين في شؤون الدين الإسلامي كلها حسب ما تمليه عليها مصالحها الاستعمارية في المساجد والأوقاف والوظائف، وتداخلت حتى في الحج والصلاة. قال صاحب المقال: وأنا اليوم أنبه إخواني المسلمين وبالأخص سكان شمال إفريقيا إلى دسيسة أخرى من دسائس الاستعمار الماكر، لكي يوحدوا صفوفهم ويبذلوا مجهودهم في منع الاستعمار من أي تدخل في شعائر دينهم العزيز الخالد، تلك الشعائر التي يعيشون بها ويموتون عليها.
وقع الاتفاق مصادفة بيننا وبين إخواننا الشرقيين في هذه السنة على يومي الصيام والإفطار، وكم كان سرورنا عظيما بهذا الاتفاق الذي جاء عفوا. ولكن أقطاب الاستعمار في الشمال الإفريقي هالهم هذا الاتفاق وأقلق بالهم وزلزل أرواحهم، إذ ظنوه وحيا من الجامعة العربية، وظنوا أن الاتحاد مع الشرق في الشعائر الدينية يؤدي إلى الاتحاد في الشؤون السياسية، وتلك هي الطامة الكبرى على قادة الاستعمار المجرمين الذين يحسبون كل صيحة عليهم. لأجل هذا التدخل السافر من المستعمر الغاشم في الشعائر الإسلامية، ظلت الجمعية تطالبه بضرورة فصل الدين عن الدولة. طلبت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين فصل الدين عن الدولة. ما معنى فصل الدين عن الدولة؟ أن تكون للدين الإسلامي، أن يتمتع الدين الإسلامي في الجزائر بنفس الحقوق ونفس الحرية التي كان يتمتع بها النصارى، نفس الحرية ونفس الحقوق التي كان يتمتع بها اليهود في الجزائر. معناه أن تعيين الأئمة، تعيين مسيري المساجد لا يكون من نصيب الإدارة الكولونيالية، لكن يكون من نصيب المسلمين أنفسهم. لذا طلبت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين فصل الدين عن الدولة، ألا تتدخل الإدارة الكولونيالية في تسيير الشأن الإسلامي. أكملت جمعية العلماء نفس طريقها في توعية الشعب بهويته، ولم تتنازل عن مطالبها المتعلقة بالدين واللغة والوطن، لذلك عدها المستعمر أخطر تنظيم يهدد كيانه. في 1950 فرنسا كتبت تقرير، أعدت تقرير مصالح الاستخبارات الفرنسوية، اسمه الجزائر في نصف قرن، لالجيري دو دومي سياكل. قالوا أخطر حركة على وجود فرنسا في الجزائر هي جمعية العلماء. بعض الكاتبين والمؤرخين الفرنسيين قالوا إن جمعية العلماء أخطر من كل حركة سياسية من الحركات الاستفزاز، لأنها تعمل على صعيد قومي حضاري ثقافي تاريخي ديني لغوي، وليس تقتصر على أمور سياسية والحقوق السياسية كما كان بن جلول وبعض الأحزاب. جمعية العلماء جمعية جزائرية مسلمة عربية حاربت فرنسا في كل مقوماتها ووعت الشعب الجزائري بذلك، وأفهمته بأن الجزائر وطنه، وأن الإسلام دينه، وأن العربية لغته، ومهما طال أمد الاستعمار فهي باقية على ثوابتها. فرنسا تريد المسيحية، هي تريد الإسلام، ليزانتيبيوتيك ثلاثة، الإسلام، العربية، تاريخ الجزائر، ضد ثلاث جراثيم، ثلاث ميكروبات، اللي هي المسيحية، اللي هي الفرنسوية، اللي هي الجزائر لا وجود لها. الأمم كيف تتحرر إذا تفطرت إلى مقوماتها وعادت نظرتها إلى هذه المقومات وتمسكت بها، فتستطيع أن تستقل فكريا. قال الإمام البشير الإبراهيمي موضحا ذلك في البصائر العدد 111 بتاريخ 13 مارس من العام 1950. وهل الجزائر فرنسية؟ لا يا قوم لا، إن الله خلقها عربية مسلمة وستبقى عربية مسلمة إلى ما شاء الله، وأن الوراثة وسمتها بسمات خالدة وصفات ثابتة لا تفارقها حتى يفارق الشمس إشراقها. ملكها الرومان قرونا فلم تنقلب رومانية، وبادوا ولم تبد، وبقيت ولم تبق منهم إلا مآثر الظلم ومعالم الطغيان. وملكها الأتراك وهم أبناء ملتها وربائب دينها فلم تنقلب تركية. قال إن الجزائر ليست فرنسية ولا تكون فرنسية ولن تكون فرنسية، كلمات قالها أولنا ويقولها آخرنا، ومات عليها سلفنا وسيلقى الله عليها خلفنا. أكملت جمعية العلماء طريقها في توعية الشعب الجزائري من خطورة المستعمر، وأن الإنجرار وراءه ذل ومهانة، فيجب الإعداد والاستعداد. قال الإمام البشير الإبراهيمي في البصائر في العدد 146
بتاريخ 12 مارس من العام 1951. لك الله أيها الشعب المعذب، لقد هنت عليهم حين هنت على نفسك. إنهم ما ضربوك إلا بعد أن جربوك، وما جرفوك إلا بعد أن عرفوك، وما جنوا عليك واتهموك إلا بعد أن قرأوك وفهموك. فلا تلمهم، ونفسك فلم، وغير ما بنفسك وهلم. أعنتهم في إفساد دينك وأخلاقك فارتفعوا وانحدرت، وأعنتهم على إفساد دنياك فاستغنوا وافتقرت، وانتظموا وانتثرت، وجروك بمغوياتهم ومغرياتهم فانجررت. إن القوم لا يدينون إلا بالقوة، فاطلبها بأسبابها، وأتها من أبوابها، وأقوى أسبابها العلم، وأوسع أبوابها العمل، فخذهما بقوة تعش حميدا وتمت شهيدا. وبشير إبراهيم كان شديدا على الاستعمار في مقالاته، وكان واضحا جدا في محاربته للاستعمار، والمقالات موجودة أو محفوظة ومكتوبة أو متداولة. فكرة الجزائر لا تتحرر إلا بالقوة كتبها الشيخ البشير الإبراهيمي في 1936، نص كلامه هو: إن الحقوق التي أخذت اغتصابا لا تسترجع إلا غلابا. درك الناس إذا عندهم النيفو محدود وما يفهموش هذا المستوى أمر آخر هذا. وفي خريف 1951 قام الشيخ البشير الإبراهيمي بزيارة للدكتور محمد فاضل الجمالي بصفته ممثل دولة العراق ونائب رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة في تلك السنة، وطلب منه إثارة قضية الجزائر في الأمم المتحدة. ثم في مساء يوم الثلاثاء 29 جانفي 1952، وقف الإمام الإبراهيمي مخاطباً الوفود العربية والإسلامية في الأمم المتحدة في باريس قائلاً: أحق أن باريس، وهي منبع شقائنا والصفحة العابسة في وجوهنا، تنزل لحظة عن عادتها فتتيح لنا أن نجتمع بين حناياها هذا الاجتماع الرائع. فلولا حقوق الأوطان في أعناقنا، ولولا عهود يجب أن نرعاها لديارنا، لكنا نغفر لباريس جميع ما جرته علينا من جرائر، ونمحو لها بهذه الحسنة جميع السيئات. ولكن تأبى علينا ذلك، دماء في تونس تسيل، وشعب في المغارب الثلاث يعذب، وشباب تفتح له السجون والمعتقلات، وتغلق في وجهه المدارس والمعابد، ودين في الجزائر ممتهن الكرامة. هيهات أن نصفح عن باريس ونصافحها بعد أن جنينا المر من ثمراتها، وهيهات أن يسميها دار العلم من لم ير منها إلا الظلم. إن بعد اللسان لخطيبا صامتا هو السنان، وإننا لرجال، وإننا لأبناء رجال، وإننا لأحفاد رجال، وإن أجدادنا دوخوا العالم ولكن بالعدل، وسادوه ولكن بالإحسان، وإن فينا لقطرات من دماء أولئك الجدود، وإن فينا لبقايا سيجليها الله إلى حين. مرت الأيام والجزائر تئن تحت وطأة الاستعمار، الشعب في ضيق واضطهاد، فقر وجهل وتشرد. بقيت الأوضاع على ذلك الحال عندها قرر شباب من أحرار الجزائر أخذ مشعل التحرر والجهاد في سبيل الله، فأعلنوها مدوية في الفاتح من نوفمبر 1954 في أماكن متفرقة من البلاد في ساعة واحدة. فاجأت المستعمر حتى الشعب الجزائري هيئة أطلقت على نفسها اسم جبهة التحرير الوطني، وأنها الممثل الشرعي والوحيد لكفاح الشعب الجزائري. أفرادها غير معروفين تدعو إلى الجهاد في الجزائر لإخراج المستعمر. وقف الشعب الجزائري حائرا، كيف يمكن له أن يدعم أناس لا يعرفهم وينضم إلى هيئة لم يسمع عنها إلا ذلك اليوم؟ في هذه الأثناء كان في الجزائر ثلاث زعامات على تفاوت بينهم في المكان، وهم الإمام محمد البشير الإبراهيمي رئيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، ومصال الحاج رئيس حزب الحركة من أجل انتصار الحرية الديمقراطية الذي كان عند إعلان الثورة في الإقامة الجبرية في فرنسا، وكان في صراع دموي ضد فريق من مناضلي حزبه. عرف هذا الفريق المنشق باسم المركزيين،
نسبة إلى اللجنة المركزية للحزب، والثالث هو فرحات عباس رئيس حزب الاتحاد الديمقراطي للبيان الجزائرية. وكانت الثورة عند اندلاعها في أمس الحاجة إلى مساندة هيئة ذات مصداقية لدى الشعب الجزائري وتزكية شخصية موثوق فيها لديها، ولكن الذي حدث أن مواقف الأحزاب والجمعيات الجزائرية وقفت بين مؤيد ومعارض ومتحفظ، وقد اعتبر المركزيون حزب حركة انتصار الحرية الديمقراطية عشية اندلاع الثورة أن العمل الذي أقدمت عليه جبهة التحرير الوطنية مغامرة تجهل نتائجها وعواقبها، وتحفظ من اتخاذ موقف في بداية الأمر. واعتبر زعيم حزب الاتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري فرحات عباس ذلك العمل بأنه غير مضمون العواقب، وراهن على تحقيق طموحاته الحزبية. وأعلن الحزب الشيوعي الجزائري المرتبط بالحزب الشيوعي الفرنسي معارضته للثورة منذ اندلاعها، وأظهر موقفا سلبيا منها، حيث أدان الثورة ورفض الالتحاق بها. وأول إعلان ظهر في تلك الأثناء مؤيدا للثورة التحريرية على الإطلاق هو البيان الذي صدر عن مكتب جمعية العلماء المسلمين الجزائريين بالقاهرة بإمضاء رئيس الجمعية الشيخ البشير الإبراهيمي وممثل مكتب الجمعية في القاهرة الشيخ الفضيل الورثيلاني، وكان بتاريخ 2 نوفمبر. جاء فيه: أذاعت عدة محطات عالمية في الليلة البارحة أن لهيب ثورة اندلع في عدة جهات من القطر الجزائري، ثم قرأنا في جرائد اليوم بعض تفصيل لما أجملته الإذاعات، فخفقت القلوب لذكرى الجهاد الذي لو قسمت فرائضه لكان للجزائر منها حظان بالفرض والتعصيب، واهتزت النفوس طربا لهذه البداية التي سيكون لها ما بعدها. موقف جمعية علماء المسلمين من الجهاد المبارك في الفاتح من نوفمبر 54 كان مخالفا تماما لكل المواقف التي اتخذتها الشخصيات في الجزائر والحركات الموجودة والأحزاب. فالحركات الموجودة السياسية في الجزائر إما كان متحفظا أو كان معارضا أو كان ساكتا. يوم 2 نوفمبر بالضبط ألقى الشيخ البشير الإبراهيمي من صوت العرب في ذلك الوقت نداء إلى الشعب الجزائري يحيي فيه انطلاقة 1 نوفمبر. هذا يوم 2 نوفمبر، فقط ما زال ما علمش من هم القادة، من هم اللي قائمين بها، ولكنه هو أي واحد يقوم لمجاهدة العدو فهو ينبغي أن يؤيد وأن يكون مع مؤيده. أول بيان صدر تأييدا للثورة من الإبراهيمي ومن الفضيل الورتيلاني في 3 نوفمبر 54 الجزائريين ما زالوا ما سمعوش بالثورة. وبتاريخ 3 نوفمبر يصدر الشيخ الفضيل الورثيلاني بيانا قدمه باسمه وباسم مكتب جمعية العلماء المسلمين بالقاهرة، نداء إلى الثائرين الأبطال من أبناء الجزائر، اليوم حياة أو موت، بقاء أو فناء. حياكم الله أيها الثائرون الأبطال، وبارك في جهادكم، وأمدكم بنصره وتوفيقه، وكتب ميتكم من الشهداء الأبرار، وحيكم من عباده الأحرار. إن فرنسا لم تترك دينا ولا دنيا، فأوقافكم مصادرة، لم يبق منها أثر ولا عين، ومساجدكم حولت إلى كنائس ومرافق عامة، وأرضكم الغنية مغصوبة، وأعراضكم مستباحة، وكرامتكم مهدورة. اعلموا أن الجهاد للخلاص من هذا الاستعباد قد أصبح اليوم واجبا عاما مقدسا، فرضه عليكم دينكم، وفرضته قوميتكم، وفرضته رجولتكم، وفرضه الاستعمار الغاشم الذي شملكم، ثم فرضته أخيرا مصلحة بقائكم. وإنكم اليوم أمام أمرين، إما حياة أو موت، إما بقاء كريم أو فناء شريف. جمعية علماء المسلمين أيدت الثورة في يومها الثالث، في 3 نوفمبر أصدرت جمعية علماء المسلمين بياناً تؤيد فيه الثورة أمضاه الشيخ الفضيل الورتيلاني باسم جمعية علماء المسلمين. الثورة الجزائرية في حاجة إلى المال، في حاجة إلى المساندة، فوجه بيان الأول في 3 نوفمبر 54، وهذا البيان موزع ومكتوب ومسجل ومدون
في الصحف المصرية وغير المصرية. وهنا داخل الوطن فقد تناولت جريدة البصائر أحداث أول نوفمبر في عددها 292 المؤرخ بتاريخ 5 نوفمبر، وجاء في افتتاحيتها تحت عنوان حوادث الليلة الليلة أول نوفمبر 1954. فوجئت البلاد الجزائرية بعدد عظيم من الحوادث المزعجة، وقعت كلها ما بين الساعة 1 والساعة 5 من صبيحة 2 غرة نوفمبر، ولقد بلغ عدد تلك الحوادث ما يزيد عن 30. إننا إلى حد هذه الساعة لا نملك التفاصيل المقنعة عن هذه الحوادث وأسبابها، وليس بين أيدينا إلا ما تناقلته الصحف وشركات الأخبار، فلا نستطيع أن نعلق عليها أدنى تعليق إلا أن تتبين لنا طرق الصواب. فليس من شأن البصائر أن تتسرع في مثل هذه المواطن تاركين للزمن كشف الحقائق عن أسرارها، ولسوف نتبع ذلك بغاية الدقة والاهتمام. ثم قامت بذكر العمليات التي وقعت تلك الليلة، وبتاريخ 12 نوفمبر يطلب الإمام البشير الإبراهيمي من شيخ جامع الأزهر أن يؤذن في المسلمين بالجهاد لمؤازرة الثورة في الجزائر. وبتاريخ 15 نوفمبر يصدر رئيس جمعية العلماء الشيخ محمد البشير الإبراهيمي بيانا طويلا جاء فيه: أيها الإخوة الجزائريون، احتلت فرنسا وطنكم منذ قرن وربع القرن، وشهد لكم التاريخ بأنكم قاومتموها مقاومة الأبطال، وثرتم عليها مجتمعين ومتفرقين نصف هذه المدة، فما رعت في حربها لكم دينا ولا عهدا ولا قانونا ولا إنسانية، بل ارتكبت كل أساليب الوحشية من تقتيل النساء والأطفال والمرضى وتحريق القبائل كاملة بديارها وحيواناتها وأقواتها، ثم حاربتم معها في صفها، وفي سبيل بقائها نصف هذه المدة ففتحت بأبنائكم الأوطان وقهرت أعداءها وحمت وطنها الأصلي، فما رعت لكم جميلا ولا كافأتكم بجميل، بل كانت تنتصر بكم ثم تخذلكم، وتحيا بأبنائكم ثم تقتلكم، كما وقع معها في شهر ماي سنة 1945. أيها الإخوة الجزائريون الأبطال، لم تبق لكم فرنسا شيئا تخافون عليه أو تدارونها لأجله، ولم تبق لكم خيطا من الأمل تتعللون به. أتخافون على أعراضكم وقد انتهكتها؟ أم تخافون على الحرمة وقد استباحتها؟ قد تركتكم فقراء تلتمسون قوت اليوم فلا تجدونه؟ أم تخافون على الأرض وخيراتها وقد أصبحتم فيها غرباء حفاة عراة جياعا؟ أم تخافون على القصور وتسعة أعشاركم يأوون إلى الغيران كالحشرات والزواحف؟ أم تخافون على الدين؟ ويا ويلكم من الدين الذي لم تجاهدوا في سبيله، ويا ويل فرنسا من الإسلام الذي ابتلعت أوقافه وهدمت مساجده وأذلت رجاله واستعبدت أهله ومحت آثاره من الأرض وهي تجتهد في محو آثاره من النفوس. أيها الإخوة المسلمون، إن فرنسا لم تبق لكم دينا ولا دنيا، وكل إنسان في هذا الوجود البشري إنما يعيش بدين ويحيا بدنيا، فإذا فقدها فبطن الأرض خير له من ظهرها. نحن نؤكد على حقيقة بالوثائق، ليس بالكلام، بالوثائق الموجودة الآن في صحافة جمعية العلماء وفي الصحافة الوطنية على وجه العموم. أول نوفمبر كان البيان الخالد، يوم 2 نوفمبر كان بيان شيخ البشير من صوت العرب، يوم 3 نوفمبر كذلك كان بيان الفضيل الوتلاني الذي أعلن فيه المساندة والمبايعة وبدون أي تردد أو شك، يوم 15 كذلك كان البيان من الفضيل الوتلاني والشيخ البشير الإبراهيمي. يقول أحد الذين يحرفون الكلمة عن مواضعه، يقول هذا كتبه الإبراهيمي في الخارج. لماذا لو كان القضية قضية إبراهيمي يوقع باسمه، ما يقولش رئيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، هو وقع باسم الجمعية، فهو رئيس للجمعية هنا ولا في الخارج ولا وين يكون. 2، لماذا جمعية العلماء لم تتبرأ من ذلك البيان لو لم يكن يعبر عن فكرتها وعن فلسفتها وعن مبدئها؟ وقد اعتبرت بيانات الشيخ البشير الإبراهيمي المساند للثورة فتوى دينية شرعية بوجوب الجهاد لإخراج المستعمر من البلاد.
واش معناه البيان من طرف الشيخ البشير الإبراهيمي؟ معناها كي شغل القابلة التي قالت إن مولودا ولد ولادة شرعية. ولهذا الشيخ البشير الإبراهيمي كي قال للشعب الجزائري ثور قال له إنها ثورة وليست فورة، ماهيش رغاوي. منين جاب الشيخ البشير إنها ثورة؟ هذا الفقر بين العالم وغير العالم. قال اللي يعرف الجزائر يشوف الاتساع نتاع العمليات والتوقيت نتاعها في توقيت واحد، معناها وراءها عقل يخطط وعقل يدبر. الشيخ البشير الإبراهيمي كان قامة عظيمة في هذا الوطن، هذه القامة وللأسف الشديد التي طافت أوروبا وطافت المشرق وطافت كل بلاد العرب والمسلمين ليدافعوا عن هذه الثورة ويؤيدوا هذه الثورة ويكتب مقالا ليس مؤيدا للثورة فقط، وإنما يحذر المجاهدين من الرجوع ومن وضع السلاح والعودة إلى البيوت. لو الإبراهيم يعمه الشيطان وقال للجزائريين ما نقولش يوقف الثورة ولكن يعرقلوا يتعبها يخلق لها مشاكل، لكن قال موالاة فرنسا خروج عن الإسلام، وقال يا الجزائريين واش تستناو من فرنسا، الإنسان يعيش لدين ولدنيا، الدين دات لكم فرنسا وحقرتو والدنيا نحاتها لكم، فبطن الأرض خير لنا من ظهرها. أيها المسلمون أفرادا وهيئات وحكومات لا توال الاستعمار، فإن موالاته عداوة لله وخروج عن دينه، ولا تتولوه في سلم ولا حرب، فإن مصلحته في السلم قبل مصالحكم، وغنيمته في الحرب هي أوطانكم، ولا تعاهدوه فإنه لا عهد له، ولا تأمنوه فإنه لا أمان له ولا إيمان. إن الاستعمار ينفر أنفاسه الأخيرة، فلا يكتب عليكم التاريخ أنكم جدتم في عمره يوما بموالاتكم له، ولا تحالفوه فإن من طبعه الحيواني أن يأكل حليفه قبل عدوه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جاء في جريدة البصائر العدد 19 نوفمبر تحت عنوان لنجابه الحقائق بالحكمة والعقل. اليوم وقد انقضى نصف شهر على وقوع الحوادث الكبيرة التي كان القطر الجزائري مسرحا لها، إن الوقائع التي انفجرت على حين غفلة ليلة الفاتح نوفمبر قد شملت حسب تصريح وزير الداخلية ما يزيد عن 70 نقطة في القطر الجزائري بدل 30 التي أعلننا عنها من قبل. ثم نقل التحاليل الخبراء عن أسباب ما وقع، فكان مما جاء في ذلك. قال العالم ميسو سيرفي إن السبب هو جمعية العلماء المسلمين، لأنها أيقظت العقول وقضت على نفوذ الطرقيين وجعلت الأمة تخجل من عاداتها القديمة وتقاليدها المزمنة، فهذه الحالة هي التي مكنت دعاة الثورة من العمل بنجاح. قامت جمعية العلماء بواسطة رئيسها الشيخ البشير الإبراهيمي بالعمل على شحن الدعم الدولي والعربي للقضية الجزائرية، فقام بتاريخ 9 جانفي من العام 1955 بإرسال رسالة إلى الملك السعودي يحثه على مواصلة دعم القضية الجزائرية في الأمم المتحدة وأرشده إلى بعض الحلول. هل تصور شخص كائن من كان يخاطب ملكا ويقول له ابعث فلانا وفلانا أو فلانا إلى الأمم المتحدة باش يمثلوا القضية الجزائرية؟ الشيخ البشير فعل هذا مع الملك سعود، وبعث الشيخ الملك سعود الشقيري رحمه الله، وما أدراك ما الشقيري، لتمثيل الجزائري في الأمم المتحدة، خطب رائعة جدا. هل يعرف الناس أن السعودية لا تسمح لأي كان أن يجمع الأموال في موسم الحج إلا للثورة الجزائرية
لأن رسالتين ذهبا من الشيخ البشير الإبراهيمي إلى أعلم علماء السعودية في ذلك الوقت. وبعد ذلك اجتمع أبناء الجزائر المسؤولون المقيمون بمصر وتدارسوا الأحداث الواقعة في الجزائر، ثم أصدروا وثيقة بتاريخ 17 فيفري من العام 1955 باسم جبهة تحرير الجزائر، وقد أمضى عليها من جمعية العلماء الشيخان البشير الإبراهيمي والفضيل الورثيلاني، ومعهما أحمد بن بلة وحسين أيت أحمد ومحمد خيضر وآخرين. ومما جاء في الوثيقة: إن الشعب الجزائري على اختلاف أفراده وهيئاته فيما يختص بالكفاح الرهيب كتلة واحدة هي الأمة الجزائرية، ومن شذ في النار. تعمل الجبهة لتحرير الجزائر من الاستعمار الفرنسي ومن كل سيطرة أجنبية، مستعملة كل الوسائل الممكنة لتحقيق أهدافها. الجزائر عربية الجنس، مسلمة العقيدة، فهي بالإسلام والعروبة كانت، وعلى الإسلام والعروبة تعيش. في 17 فيفري 1955، يعني نوفمبر ديسمبر جانفي، بعد 3 شهور و17 يوم، أنت موقع وثيقة وقعها معك الإبراهيمي يدعو الشعب الجزائري إلى الثورة وإلى وإلى، تحت بيان، تحت اسم جبهة تحرير الجزائر، وفيها آيت أحمد وفيها محمد خيضر وفيها سي محمد يزيد وفيها مزغنة وفيها الشاذلي المكي.